أكد وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر أن الجهود مستمرة لتنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، بما ينعكس على استمرار تطوير مسارات التنمية الشاملة. وخلال اجتماع فريق عمل المصروفات التشغيلية الأخرى، تم تدارس عدد من الخيارات والبدائل التي تسهم في دعم الوضع الاقتصادي والاستقرار المالي من خلال خفض المصروفات التشغيلية بهدف تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، تماشيا مع جهود الحكومة وسياساتها في الإصلاحات الاقتصادية للمملكة. كما تطرق الاجتماع إلى بحث آلية العمل التي يجب أن يسير عليها الفريق والتنسيق فيما بين الأعضاء بالتعاون مع المعنيين بوزارة المالية. وتخلل الاجتماع رسم خطة إدارة المصروفات التشغيلية بمختلف القطاعات، وتحديد الأولويات التي يجب استغلال الموارد المالية فيها لتتوافق وأهداف برنامج التوازن المالي.